لا أوافق على هذا الرأي كاملة. لماذا؟ هي ما زالت حاليا تعامل معاملة المضاربة، وده نتيجة التاريخ بتاعها من ساعة ما بدأت، إن تحركاتها في الأسعار بتبقى قوية جدا، مع العلم إن إحنا من في خلال الشهرين اللي فاتوا كل ارتدادة ليها للأسفل كان بيبقى فيه محادثات كثيرة عن ارتداد السعر، وازاي ان ده مخاطرة عالية، وكل الخبراء كانوا بيقولوا ان دي مش ارتدادة كافية. الارتدادة الكافية للبيتكوين تاريخيا بتبقى 30 40%، فاحنا ما زلنا ما شفناش ال 30 40% لسه حتى الآن. يعني أنت تعتمد على البيانات التاريخية بأنه كل ما صار في دب الارتداد بيكون 30 40%، على هذا الأساس تقول هذا الرقم؟ بالظبط كده، في كثير من الأحيان بيكون الارتداد بتاعتها 30 40% من أعلى مستوى قياسي وصلت له. ده أولا. ثانيا لازم نتذكر إن العملات المشفرة ما بقى لهاش يعني دلوقتي 8 أشهر أهو من ساعة ما بدأت المؤسسات الاستثمارية الكبرى الدخول فيها، فبالتالي تحركات السعر ما زالت قوية إنها تطمن المستثمرين إن هي تعامل معاملة الهدج. سوق العملات المشفرة لا يقارن بسوق الذهب ولا بتاريخ الذهب على سبيل المثال، فمحتاجين نديها فرصة عدد من السنين كمان عشان النظرية أو الثيسس بتاعت إن البيتكوين هي الديجيتال جولد تتحقق أو تنفى، لكن ما ينفعش نحكم عليها بدري يعني. دكتور، ما الذي حصل يوم أمس حتى هبطت إلى ما دون 50؟ يعني اليوم المخاوف بالسوق، إذا كنت تخشى من ركود اقتصادي تبيع أسهم الشركات التي ممكن أن تتأثر سلبا بالركود الاقتصادي، إذا كنت تخشى أنه الـ AI الهايب عليه مبالغ فيه تبيع أسهم الشركات التي تعنى بالذكاء الاصطناعي، الأسهم اليابانية تم بيعها لأنه الين ارتفع، بس ما المنطق الذي أدى إلى السيل أوف على البيتكوين بهذا الشكل يوم أمس حتى انخفضت إلى ما دون 50 ألف؟ أولاً جني أرباح من المستثمرين اللي هم ما يسمى بالويلز أو الحيتان، كان في جني أرباح ليهم، لأن المستثمرين اللي عندهم المبالغ والكميات الضخمة مما لا شك في عندهم استثمارات في أصول أخرى، وبالتالي عملية موازنة في المحفظة بتاعتهم، ده أولاً. ودول عامة حتى الآن هم المتحكمين في السوق بصورة كبيرة، ده أولا. ثانيا، في وسط مخاوف كبيرة على مستوى جميع الأصول إن البيتكوين تنزل وتنزل بال 15 18% يمكن 20% كمان، ده شيء مش سيء مقارنة بهبوط الأصول الأخرى اللي نزلت ب 10%. فاللي احنا رايحين له دلوقتي هو حالة تخوف، بالإضافة لأن احنا في أغسطس، في أغسطس نعم، وأغسطس دايما حجم التعاملات عليه ضعيفة، لكن دي فترة وهتعدي. اللي بيستثمر في العملات المشفرة لازم يكون داخل بيستثمر على المدى البعيد.